الحياة في نشاط في كلية الآداب يحسب لأصحابه اللي هيكونوا معانا على الهواء. أنا حضرت أحد الصالونات وكان فيها عصف ذهني غير عادي وضيوف لهم قيمة كبيرة جدا. توقف الصالون بسبب الكورونا والجامعة عملت صالون أكبر حول هذا الموضوع. بيسعدنا اللقاء مع الدكتورة ندى يسري منسق الصالون في الجامعة وأيضا كلية الأدب. نورتيني وشرفتيني. أهلا وسهلا. وعايزة أقول بقى أنها مدرس الأدب العبري وهنتكلم فيه كتير بعد ما نشوف موضوع الصالون. الفكرة منين ومين اللي حفزكم والدنيا مشيت إزاي؟ مساء الخير على حضرتك. أهلا وسهلا نورتيني الكريم. وأنا سعيدة ولي الشرف أني أكون مع بالعكس حضرتك. ده الشرف لي يعني. الحقيقة أنه الفكرة في الأول كانت فكرة صالون كلية الآداب، وهي فكرة كانت منذ عدد من الأعوام أن إحنا بنعمل أنشطة في المجتمع الثقافي خارج الجامعة في قصور الثقافة وغيرها، فليه ما نجذبش طلاب اللي بنحاول ناخدهم لقصور الثقافة ولمكتبة الإسكندرية وغيرها وننقل لهم الندوات الثقافية في الكلية في الجامعة وفي الجامعة ونعيد مرة أخرى إلى الجامعة النشاط ونطالب ساعتها يشارك في نفسه. أدائك مذيعة بجد يعني أدائك وطريقة حوارك وكده فعلا مذيعة. احنا بنتعلم من حضرتك. لا 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 ازاي بقى يعني بالعكس. يعني الفكرة جات ان انتوا تنقلوا. هي الحقيقة أنا بنسب بالفضل، يمكن الناس هتقول أني متحيزة، بس هي دكتورة سحر شريف هي والدتي. وهي الآن وكيل يا جماعة يعني هي الآن وكيل كلية الأداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. ولكن قبل أن تصبح وكيلا للكلية تمت ولادة فكرة صالون كلية الأداب، وتقدمنا احنا الاثنين بهذه الفكرة. الفترة السابقة كانت عملتوا في اقسام مختلفة. هي قسم اللغة العربية عشان كده اللغة العربية يعني متمكنة منها جدا الدكتورة ندى ابن الوز. طبعا ده عوام وعوام وعوام. وانا في قسم اللغات الشرقية طبعا. وفي الحقيقة ولد صالون كلية الآداب، و يسعدني أن أقول أنه وبدون تحيز ولد عملاقا. في العام الماضي استضفنا كثيرا من الشخصيات البارزة في المجتمع الثقافي والفني. يمكن بذكر أن احنا استضفنا السفير الوزير محمد العرابي، استضفنا شريف أسعد السيناريست وأي عبد الرحمن الإعلامية، استضفنا الحقيقة لو أقول لك كانت أنا حضرت ندوة شيرت المحافظ. دي كانت ولادة صالون الجامعة الذي ولد من رحم صالون كلية الأداب. استضفنا كانت في أكثر من ندوة عن محاربة التطرف والعنف الديني. دي كانت الحقيقة لأن ده كان الهم الأكبر في الفترة الماضية والآن في الجامعة، لأنهم يعني بيأكلوا عقول الطلبة في مرحلة صحيح معينة. هذا التحول الثقافي حاجة تانية. نحن نشتغل على الأرض طبعا مع الطلاب طبعا. لما يلاقي الطالب إنه هو عنده الشيخ والكنيسة وليس صوت واحد من الكنيسة. احنا استضفنا الكنيسة الإنجيلية والأرثوذكسية. استضفنا لسه كاثوليك ويعني اللي قدرنا نجيب وقتها نماذج يقدر انه يتكلم معاهم وجها لوجه الطالب، ويقدر انه يعمل عصف ذهني معاهم، ونفتح باب الحوار للطالب ولأستاذ الجامعة ايضا. أستاذ الجامعة في الفترة السابقة ومع الأسف الشديد فقد دوره الثقافي، أصبح حبيسا لجدران قاعة التدريس،
و... بس انتوا عندكم ساعات مكتبيه تستطيعوا ان كنتم من خلالها، يمكن عشان الاعداد برضو الاعداد فلينة. كبيره اه يعني الاعداد كبيره، بس في اقسام والاماكن هي... والاماكن محدوده و... و... وفي معاناه. انا هتكلم انه في معاناه كبيره في الاماكن وفي القاعات وفي اشياء كثيره يعني ممكن. وعندكم برامج جديده، يعني انتوا عندكم برامج جديده بغير اماكن خالص، يعني الاماكن اللغة محدوده. قسم اللغه الصينيه الم يكن هناك ده بالفلوس يعني؟ اه لكن قاعتين بائستين جدا يعني والله. مش مكيفين؟ احنا مكيفين. مش مكيفين يعني المثل. لا اصل الاس اس بي في كليه الهندسه قاعات مكيفه. يا مسهل. لا مش طبعا كل شيء يعني باذن الله، بس عايزه اقول لك ان الطالب دافع الخدمه، يعني هو مش بيتعلم بالمجان، هو ده مقصدي. لكن في الحقيقه في مشكله كبيره في الامكانيات. اه طيب خليني ارجع مره تانية للصالون. الصالون هل له وقت دوري ولا العام الماضي كان الاربعاء الثاني من كل شهر، واتغير بقى السبت الثاني من كل شهر، وولد منه ايضا نادي سينما كليه الاداب. وبرده انا اشرف باني احد ايه نادي سينما كليه الاداب. وهل بتختاروا بعض الافلام السينمائيه ان انتم تشاهدوها وتجيبوا حد من النقاد، ولا كده بتبقى المناقشه حول الموضوع فقط؟ الحقيقه طبعا احنا معانا من الاكاديميه مختصين، اكاديميه الفنون، من اكاديميه الفنون طبعا. دكتور اشرف معانا من اكاديميه الفنون، ومعانا الدكتوره دينا عبد السلام استاذ الادب الانجليزي، وهي مخرجه افلام قصيره، وايضا افلامها حازت على جوائز عالميه. دول من التيم وورك بتاع نادي سينما كليه الاداب. ويمكن العام الماضي كانت فيه فعاليتين اعتقد ان هما كانتا ناجحتين للغايه. كانت واحده منهم اتكلمنا فيها عن حرب اكتوبر في عيون السينما والموسيقى التصويريه، وكان ضيوف اللقاء السينما والخبرة السينمائية. الدكتور أشرف كان بيتكلم عن السينما وعن الأفلام التي أشرف توفيق من أكاديمية الفنون، السينما المصرية كيف تناولت حرب أكتوبر. وكان معانا قوة الناعمة. وكان معانا الدكتور أشرف عبد الرحمن من أكاديمية الفنون أيضا اتكلم عن الموسيقى التصويرية للأفلام المصرية. والأجمل بقى كانت مشاركة طلاب العبري في قسم اللغات الشرقية، طلابي، بأن هم أعدوا فيلم قصير عن السينما الإسرائيلية كيف صورت، والسينما المصرية الاثنين ده versus ده، إزاي صوروا حرب أكتوبر، وكان التعامل إزاي مع حرب أكتوبر في عيون السينما المصرية والإسرائيلية. وكانت حالة الحقيقة جميلة من السينما. السينما السينما دي حالة وحاجة أمي. عظيمة أمي. قوة ناعمة. شوفي مهما كانت تفاهة الفيلم إلا أنه أي حاجة في الدنيا في السينما، السينما تاريخ، هي دي يعني اللي بتربي الذائقة بالضبط. يعني إحنا مين ما شافش بين القصرين. هي الأزمة واللي ولد فكرة نادي السينما أني أنا لما جيت أدرس لطلابي الرواية، مادة الرواية، فوجئت انا بتمثل ليهم. صحيح بدرس لهم عبري، لكن بتمثل ليهم بالافلام العربيه، يعني اما بتيجي تشرح طبعا الشخصيه او الحوار او كده. فوجئت ان الطلاب ما عندهمش اي نوع من انواع الثقافه السينمائيه. فكانت دي صدمه وازمه كبيره. الحس طيب اذا هي ازمه، الازمه دي انا عايزه بس يا دكتوره ندى من توش من الجزئيه دي، الازمه في ثمن تذكره السينما وارتفاعه، ولا في انهم مش محبين، ولا في وجود اليوتيوب اللي بيقدروا يشوفوا عليه اي حاجه في اي وقت، ولا بسبب ان الذوق العام بقى متطرف لاشياء اخرى؟ ولا حاجه من دول. ولا التعليم. احنا عندنا ازمه في التعليم وفي الثقافه. هل التعليم يربي ذائقه ثقافيه؟ لا
تلقين وحفظ وكلمتين وخلاص. طب احنا بنغير اهو. انتوا دلوقتي عندكم كريديت اور سيستم ولا لسه؟ ساعات كثير معتمد. من الاقسام والدراسات العليا كذلك بالفعل فيها عندكم في العبري في في الماجستير والدكتوراه ساعات معتمده بس لكن لسه لم تطبق في الاندر كريدت. ايه اللي هل كثافه الاعداد هي كثافة اللي بتؤدي ان احنا ما نشتغل والامكانيات وقله الامكانيات والمكان. وضعف المكان. احنا بنعاني من ازمه كبيره في المكان. انت عندك في العبري السنه دي نقدر نقول كم طالب؟ اصل التخصص ده لحد كبير. السنه دي اللي قبلوا في الشعبه لانه لسه في اعداد. لا في عدد كبير يمكن داخلين في 300 طالب مثلا في الشعبه او اقل او اكتر حسب ما اذكر يعني. طيب لكن في اقبال في اقبال على العبري رجع تاني. كان في فتره كان التركي اكتر وبعد يعني في الفتره اللي فاتت بعد ما يعني الحاله اللي بتاعه تركيا خفتت بقى في اقبال كبير على وفي اقبال على الصيني بشكل غير عادي. الصيني هو قسم اخر وفي اقبال كبير طبعا عليه قسم وليد وصعب مش سهل يعني. لا مش سهل. الولاد بيعانوا يعني الدراسه فيه صعبه. بيسالوا حضرتك ايه الفائده اللي هتعود على الشباب لما يكون في صالون؟ ان احنا نعيد مره تانية. انا لما هاجي اتكلم وحضرتك اتكلمتي عن الانتخابات وهذا هم كبير. كم واحد لما يتفرج على فيلم لعادل امام وعادل امام طرح القضيه دي في طيور الظلام مثلا مين فينا ما يفتكرش في فتره الانتخابات فيلم عادل امام بتاع طيور الظلام؟ لا مين فينا ما يشوفش جميل راتب وهو بيشوف وجميل راتب وحتى في صور كده وهو بيقول له اهلا يا حبيبي يعني بالزبط. هو انا جايه اشوفك بس وقت الانتخابات بس مش هشوفك تاني بالزبط. يعني ما بالزبط. صح السينما جسدت بس للاسف وغيرها فؤاد المهندس في ارض النفاق. فانا عشان اربي عنده وعي انك تنزل تشارك وتنزل السينما تنبأت بالثوره وتنبأت بأشياء كثيرة من قبل ومن بعد. هي دي اللي هتربي وكذلك الثقافة يعني أربي لديه. شوف يا دكتور إنه ما يبقاش جاي الجامعة عشان كلمتين يحفظهم وينساهم بعد الامتحان. إنه الأستاذ الجامعي ما يبقاش مرتبط لديه بإنه خايف منه وقلقان منه وقرفانه وهو جاي محاضرته لكن يبقى بيحبه وبيحب جاي يعمل حاجه. تقدري تعملي ده في الاعداد الكبيره بس انتوا 300 برضو مش كتير قوي لكن مع الكورونا بتعملوا دلوقتي طبعا احنا اونلاين في شق اونلاين والمحاضرات تم تكثيفها الى يومين في الاسبوع لكل فرقه يعني مثلا انا شعبه العبري الفرقه الرابعه مثلا يبقوا يومين الثالثه يومين الاولى وهكذا والباقي يعني. اونلاين في استجابه. طب ما هو يعني كليه الاداب وجامعه اسكندريه ليس بالضروره ان يكونوا من اسكندريه طبعا. ده عندك من اقل كثيره ومن صحيح. ومن صحيح بتعملوا ايه في النت؟ مفيش بديل مسجله وخلاص. لا مفيش لا المنصات كمان الالكترونيه احنا بنتواصل معاهم وبنتواصل معاهم على الواتساب وبنتواصل معاهم يعني التواصل مفتوح يعني ما بقتش صوره استاذ الجامعه هي الصوره القديمه النمطيه اللي في برج عاجي والطلاب بيخافوا منه. لا هو القصه ما هو انا هي سلاح ذو حدين. بصي شوفي انا مش بالضروره اخاف منك لكن بحترمك بالظبط يعني انا ليه اخاف منك بالظبط انا بحب ربنا في صوره قديمه بخاف من ربنا انه يغضب عليا لا يعني بحب ولادي اخاف انه انا يعني اضايقهم بالظبط مش لازم هو إن لو أخافكم. لو بيحبه هيحترم هو بالزبط. هيفرض احترامه عليه من الحب مش من اي شيء اخر. طيب من وجهه نظر حضرتك اللي انت شايفاه في اقبال على نادي السينما من الشباب ولا لا وعلى الصالونات والصالون الثقافي داخل الجامعه او داخل كليه الاداب بنين ولا بنات ولا ما تقدريش لا مش قصدي انتوا بتجيبوا مين لا الاقبال ازيد
هي كلية الآداب معظمها يعني بنوتات. لكن الحقيقة في إقبال من الاتنين، ومش من كلية الآداب فقط، طلاب الاتحاد اللي بحب الحقيقة إن أنا طلاب اتحاد الطلاب. اتحاد الطلاب، ودورهم الكبير جدا معانا في مساندتنا، وفي ازاي ان هما بيشيلوا الانشطه على كتافهم من الالف الى الياء. طيب معلش عشان هما بيسالوا حضرتك، تفتكري انه في تاثير بجد على قيمه الصالون ده، له مردود على شخصيه الولاد، ولا بيجوا يحضروه كنشاط وخلاص؟ انا مش هاجي واتعب نفسي واجي احضر فعاليه ما عليهاش درجات وما عليهاش اي حاجه الا لو انا حابب، مش هشارك فيها وابدا ان انا اسهر. انا عايزه اقول لحضرتك ان الولاد ساعات، انا فاكره واحنا بنحضر لبعض الفعاليات ومن ضمنها نادي السينما، وهما بيعملوا الافلام وهما بيعملوا الشغل بتاع الدعايه لاي ايفنت بيحصل، بيبقوا سهرانين طول الليل، واحنا في طب نعمل كذا، طب نعمل كذا، طب نسوي كذا، وحاله من العصف الذهني، ويبعتولي على الواتساب طب نعمل كذا، طب الصوره دي احسن، طب دي افضل. هو لو مش حاسس ان دي حاجه هو حاببها هيعملها ليه؟ غيره اصلا هي حاجه ما عليهاش، مفيش بونص مادي وبشكل ملموس، بس هي الفكره انك تقدر تخلي ان هو نازل الجامعه عشان يعمل كذا حاجه بيحبها وبتفيده وبترجع عليه بمردود. طيب قولي لي ليه ما بتبتدوش تكلموهم عن التمكين الاقتصادي منذ ان يكونوا طلاب؟ لان التمكين الاقتصادي ده سوف يؤهلهم لتمكين سياسي. صحيح. وتمكين شخصي. صحيح. يعني انا لما اتمكن اقتصاديا بحس بزهو بنفسي. صحيح. مش هصحى الصبح اقول جوزي او اي حد في البيت الديني. صحيح. الست والرجل احنا عملنا عن المرأة على فكرة، عملنا شغل عن المرأة، والحقيقة يمكن في الجامعة، بس هي الكورونا جت يعني برضو كانت في أنشطة كتيرة، مؤتمر كمان كان كبير الجامعة كانت بترعاه عن منبثق من مبادرة اسمها هي تستطيع، لكن ويمكن إن شاء الله ربنا يسهل والدنيا ترجع تاني والأنشطة تعود مرة أخرى. ومن رحم صالون كلية الآداب ولد صالون الجامعة، حضرتك يمكن شرفتينا في افتتاحه. طبعا كان حاجه جميله ومشرفه، سياده المحافظ وكان هو الضيف القاء وتقديم والحاجه كان يعني هو ضيفنا الحقيقه، واتكلم وقتها عن مشاكل الاسكندريه الحقيقه، بس للاسف لم يتغير شيء. يعني كنا نتعشم في هذه الفتره ان القمامه يحدث، ووعي المواطن. على فكرة القمامة مش مشكلة في الشركة، القمامة مشكلة نباشين. ده من الموضوعات، بما ان دكتورة سحر انا ببعت لها رسالة بما انها وكيلة البيئة، فمهم جدا ان احنا نوعي الناس على ان النباش ده سرق حياتك. صحيح. فاحنا لازم نحاربه في كل مكان. صحيح. سرق نظافة بيتك، ومع كمان وجود الكورونا الناس اللي عندهم عزل منزلي ياخدوا الحاجه وينزلوها. فدي عدوى للراجل اللي بيشيل القمامه اللي هو افضل مننا. بالاضافه ان النباشين دي ظاهره لازم كلنا ناخد بالنا منها. احنا بنشتكي ان الشركه مش بتلاش، احنا بننظف بيتنا كم يوم؟ كم مره في اليوم؟ مره. لكن مش طول النهار. في ثقافه بتقولي لابنك، بتقولي لبنتك، بتقولي لضيفك يعني خلي بالك، لكن اللي بيحصل ده شيء مزعج للغايه. احنا محتاجين لشيء من الحزم في المجتمع، بمعنى تعاون تعاون تعاون، وان كلنا نكون حاسين بانه في ازمه. يعني فكره النظافه هي ازمه فرديه. الست او الراجل اللي بتطلع القمامه بره بيتها وتحطها في الاسانسير او تحطها لمجرد انها تتخلص منها، مش مشكله بقى مين هيحصل له ايه بعد كده. هي مش ازمه نباشين بس، هي ازمه ثقافه. احنا عندنا
اسكندريه الجميله الكوزموبوليتان طبعا اختلاط الثقافات كلها ببعض اللي اصبحت مرتعن بعد ان غادر يعني انا ده رايي الشخصي بعد ان غادر الخواجات اسكندريه خساره خساره كبيره طبعا حصل. طبعا خساره. خليني ارجع مره تانية لجزئيه العبري بتستخدميه في ايه؟ الدكتوراه بتاعتك كانت في ايه يا دكتور؟ العبري ده يستهوينا ان نعرف عنه الكثير. الحقيقه انا تخصصي الادب العبري والدكتوراه بتاعتي لهم ادب ونوبل وكل حاجه واخدين نوبل من سنه 66 وادب ادب قوي في الحقيقه وسينما قويه سينما وفي حريه بقى في تناول يعني هو ما فيش في حريه وكانك في اوروبا وكانك في السينما كانها سينما اوروبيه وكذلك الروايه والمسرح. انا الماجستير بتاعتي كانت في المسرح العبري والدكتوراه في الروايه لكن انا اشتغلت مسرح مقارن في الماجستير وروايه مقارنه في الدكتوراه مع الادب المسرح العبري. والسينما دول في عندهم في اللغه العبريه او في دولتهم او في حياتهم يتبع الدوله ولا كل ده اقتصاد حر؟ اقتصاد حر اقتصاد حر, لكن في سيطره لاصوات تعلى واصوات تخفض واصوات تاخذ جوائز بعينها وتتنجم واصوات تانية طيب يعني برضو في تحكم اكيد. طيب ده هيدعوني اسال حضرتك, انا من انصار انه حتى لو انا مش حباك انا ممكن استفيد منه. نستفيد من الادب العبري ايه رغم انه ناس كتير لما تيجي نقول يقولوا لك انتوا بتتكلموا في ايه, ادب عبري ازاي نستفيد منه؟ لا نستفيد ونستفيد ونستفيد. اكيد كان لهم حكماء, اكيد كان عندهم اشياء كثيره جدا نستطيع ان ناخذ ولو معلومه لو حكمه. والله انا هرد بالعكس ان هو يقرأني جيدا جدا وانا لا اقرأه, برافو عليك يا دكتور, وعرفش حاجه وبدفن راسي بالرملة زي النعامه مع ان في تطبيع واللي ما بيعترفش بالتطبيع يبقى ما يعترفش لا بالتطبيع. واقول انا ضد حتى لو انا ضد التطبيع لكن انا مش ضد ان اعرف ثقافه. وليه ضد التطبيع؟ كل واحد حر. هقول لك ليه, يعني الناس عندها ازمه في الشهداء اللي ماتوا 77 73 و وكل بيت كان فيه شهيد ما نقدرش ننكر ابدا وده ادعى وده ادعى ولو انا بكره شخص وخلينا نتكلم مش هكلمك عن 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 الحب والكراهيه لكن ده ادعى لان اعرف وان اعرفه جيدا كما يعرفني وان اترجم وان يقرا الشباب ويقرا رجل الشارع ويعرف كيف يفكرون هم يعرفوننا جيدا ويترجمون اعمالنا كلها كل الاعمال الحديثه لكتابنا علاء الاسواني يوسف زيدان يعني الكتاب الشغل اللي هو صادق قريب مترجم هناك والدنيا وما يرضاش ياخد يعني مثلا المؤلف ما ادالوش البرميشن للترجمه للعبريه بس احنا عندنا ما عندوش مشكله هو هيترجم عن الانجليزيه بس في حاجات كتيره جدا في الاسرائيليات مغلوطه وده ادعى اني اعرفهم صح. وده ادعى اني اقرا لهم وافهم ولا يمكنني ان افهم ديني وان افهم ثقافتي الا اذا قرات وفهمت الاخر. دكتوره ندى شرفتيني ونورتيني, سعيده جدا بهذا اللقاء. انا اسعد. الضيف المثقف بيريح والمحاور المثقف العذب بيجعل الحوار اكثر ثراء. شرفتيني ونورتيني ويا رب صالوناتك تكون كتيره ويكون كمان فيها مشاركه مجتمعيه. الجامعه بيت الخبره وعندما تكون بمعزل عن المجتمع تصبح هناك مشكله. لازم يكون التحام لان عايز تنمي اي مكان اعمل فيه جامعه. جامعتنا من اعرق الجامعات في مصر. تحياتي دكتورة ندى, شرفتيني ونورتيني. كده انتهت حلقتنا لكن لقاءاتنا بيكم متجددة. لا تنسوا الإعادة 24/25 وشارك عزيزي المشاهد بدل ما تتعب.